يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على حبايبي أحلى ناس والدنيا، وخصيصا كل أم. كل سنة وانتي وردتنا. النهاردة حلقة مميزة جدا، حلقة هنتكلم فيها أكتر ما هنشتغل، بس مش معنى كده إن احنا مش هنعمل حاجة حلوة نفرح بيها كل أمهاتنا ونفرح بيها نفسنا كمان. فاستعدوا كده لحلقة مميزة جدا 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 من حلقات كل يوم أكلة مع فيفيان بمناسبة عيد الأم. بعد الفاصل استنونا. الحلقة النهاردة طبعا لكل عيلة وأهل كل يوم أكلة، بس خصيصا لكل بنت وكل خالة وكل عمة وكل أخت وكل أم. ربنا يخليكم لينا ويديكم الصحة ودايما منورين حياتنا. الأمومة غريزة، مش بس الأم اللي حملت وولدت وشالت، احنا من اول ما بنتولد احنا يا بنات، ومحدش يناقشني في اللي انا بقوله ده، بيتولد معانا غريزه الامومه. وعلى فكره دي اعظم غريزه في الدنيا. وطبعا الاب يعني مالوش جدال، بس معلش اسمحوا لنا النهارده، الاب 365 يوم احنا مطحونين علشانهم وعشان خاطر كل اللي حوالينا. اسمحوا لنا النهارده ايه، ندي بقى الام والبنت والزوجه والاخت كلهم حقهم. ف الغريزه بتتولد معانا، تتولد معانا من واحنا اول كده ما نتشكل. اول لعبه بنبقى عايزينها ايه هي؟ هي العروسه الصغنونه اللي لما نسمع صوتها بتقول و و و نجري عليها ونقعد نغير لها البامبرز ونحط لها الببرونه. هي كده البنات، غريزه المسؤوليه. ما هي ام يعني مسؤوله، يعني تضحيه، يعني حب بلا مقابل، يعني اعظم معاني الحب. ام يعني مشاعر، كتلة مشاعر ماشية على الأرض، عطاء عطاء عطاء، بذل تضحية. بصوا تفاني ملوش ثمن وملوش حدود. ربنا يخلي كل أم لولادها ويرحم كل أم ساكنة دلوقتي في السماء وفي الجنة وشايفة ولادها وفرحانة بيهم. سعادة كل أم في الدنيا او مجرد ما بنولد او مجرد ما نحس ان احنا عندنا غريزه الامومه، سعادتنا هي ان احنا نشوف ولادنا مبسوطين وفرحانين. مفيش حد بيتمنى ابدا يكون حد احسن منه غير الام، دايما تتمنى ولادها يكونوا احسن منها. فرحتها وسعادتها في الدنيا انها تشوفهم مبسوطين وفرحانين. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم الورده والشمعه اللي كده دايما بتحرق في نفسها علشان خاطر الكل. ومعانا اول تليفون، واسمحوا لي استغل موقعي هذا واقول يا ماما يا حبيبتي كل سنه وانتي طيبه. طيبه يا روحي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله نشكر ربنا. ايه اخبارك؟ تمام نشكر ربنا. ايه الكلام الجميل ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ يا ماما من قلبي كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. طيبه يا روحي. وربنا يديك الصحه والعمر انتي وبابا ويخليكي لينا يا رب العمر كله. ربنا يخليكي ما تحرمش منك ابدا. حبيبتي يا ماما، بالمناسبه دي دايما طبعا اروح اقول لماما، ماما ها انا واختي عايزه هديه ايه؟ فدايما قبل ما هي ترد، ها يا ماما ردي. انا عايزه سلامتكم، سلامتكم بالدنيا كلها. وهي دي الام. سلامتكم بالدنيا كلها عندي. حبيبتي يا ماما ربنا يخليكوا ليا. كل سنه وانتي طيبة دايما حبيبتي. في صحه يا حبيبتي. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي لينا. تعيشي حبيبتي، ربنا يخليكي. بحبك يا ماما. وانا بموت فيك يا ماما. حبيبتي باي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي، ربنا يفرح قلبك. ربنا يخليكي يا ماما، ربنا يخليكي. ماشي يا حبيبتي. هي دي الام، هي دي الام. عايزه ايه يا ماما؟ سلامتكم. ما بتقولش غيرها. وهنلاقي الامهات حتى لو بناخدها بتهريج، يعني انا رحت مايلت على ايه، على جوزي مفيش هديه عيد ام ولا ايه؟ قال لي هو عيد الام لسه جه؟ عارفين حتى لو بنهرج، حتى يعني حتى ولو حد بيقبل هديه مش معناه ان احنا يعني ننفي نفسنا وما نقبلش هدايا. لا ايه المشكله ما نقبل هديه؟ يعني ايه المشكله ان احنا نفرح نفسنا؟ على فكره خلي بالك، على قد ما بتضحي وعلى قد ما انت فانيه نفسك ووقتك ومجهودك وحياتك ومكرسه نفسك عشان خاطر ولادك، خلي بالك هيجي في وقت وتبقي مش عارفه تدي، عشان انت ما بتاخديش حاجه ليكي. دي مش انانيه ابدا ولا حب الذات، لا
ده هات وخد، ما هي الحياه كده. تاخدي بقى كلمه حلوه، تاخدي اهتمام، تاخدي حب من اللي حواليكي، تاخدي هديه، وايه المشكله؟ كل واحد بيبقى عارف هو بيبسط نفسه ازاي. فمش عيب ابدا انك تبسطي نفسك، بالعكس كل ما انت بتبسطي وعلى فكره سعادتك زي ما قلت لك السعاده مختلفه، مش السعاده ان انا اشتري، يعني انا ما عنديش سعاده ان انا اشتري حاجه، ما دي مش فيا، بس في ناس سعادتها وبتغير مودها تنزل تشتري حاجه، وايه المشكله؟ ده معناها ان هي مش ام صالحه، لا دي ام زي الفل على فكره، هي عارفه ايه اللي بيبسطها، هي عارفه ازاي تاخد عشان تفضل تدي تدي تدي، ما بتدي طول السنه، ايه المشكله بقى لما تاخد شويه؟ هنكمل كلامنا، بس تعالوا اقول لكم النهارده انا عامله لكم ايه. انا عامله لكم النهارده بمناسبه ان في ناس كتير طلبت مني كب كيك من غير زبده، من غير بيض، من غير سمنه، يعني نباتي، وممكن طبعا نحوله لكيك، عايزين حاجه صيامي. فانا هعمل النهارده بوكيه عيد الام بالكب كيك نباتي، بس الديكوريشن بتاعه بقى اسمحوا لي ان احنا ممكن نحط فيه حاجه تخليه فطاري عشان كلنا نفرح. وعايزه اقول لكم بمكونات اقتصاديه جدا جدا جدا، النتيجه عظيمه، وانا مفيش احلى من الكب كيك بالنسبه لي حتى في المناسبات، حتى ان انت تعيدي بيه على حد. فتعالوا نقول المقادير، ومش مش هنفصل مكالمات، ومش هنفصل كلام عن اعظم اعظم حد في حياتنا هي الام. طيب المقادير بتاعتي عشان اعمل كب كيك بالفانيليا عباره عن ايه؟ كوباية ونص دقيق، يعني 210 جرام عشان الناس المحنتفة اللي بتحب الجرامات اللي أنا مش منهم. 3 أرباع كوباية سكر، يعني 150 جرام. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني 12 جرام. رشة ملح. تلت كوباية زيت، يعني 75 ملي. بصوا بقى التريكة اللي هنا، كوباية مية بتغلي 250 ملي، بتغلي يعني الغليان 100، يعني عارفين الكاتل بيطلع بخار وبيفصل، او على البوتاجاز خلاص بتغلي. وفانيليا سايلة، او لو مفيش فانيلا اللي هي سايلة عادي هنحط فانيلا اللي هي البودرة. طيب تاني هنقول مقادير الكب كيك، وبعدين هنبقى نقول مقادير الكريم شانتيه واحنا بنعمله بعد اذنك يا ديو. تاني كوباية ونص دقيق 210 جرام، 3 أرباع كوباية سكر يعني 150 جرام، معلقة كبيرة من البيكنج باودر يعني 12 جرام، رشة ملح، تلت كوب زيت يعني 75 ملي، كوباية مية 250 ملي بتغلي، والفانيليا الفانيلا ستايلة أو الفانيليا ستايلة. طيب أنا هعمل إيه بقى؟ تعالوا كده هقلب الأول المكونات الجافة مع بعضها، أهي ادي السكر وادي الدقيق وادي معلقه ايه البيكنج باودر بتاعتي وادي مين الفانيلا، لا سوري الملح، هقلب كل دول، ده الملح مشي، الفانيليا عندي هنا سايله، خلاص بقلب كل دول مع بعض. نيجي هنا بقى، عندي هنا اهو تلت كوبايه زيت عليهم الفانيليا، خلاص عليهم الميه اللي بتغلي، هشغلها تاني عشان عايزاها بتغلي، وده عليها عامل كبير قوي قوي. ونقول الو يا ماما زوزو. ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. انت بتعيطي ليه؟ عشان انت كلمتيني ورصدتي اكلمك. لا انا لازم اكلمك طبعا. انا لازم. ما رضيتش اشغلك والله، قلت لي اكيد مشغوله. انا اقدر اتشغل عنكو. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، يقعد عليكي الايام بخير حبيبتي. مش عارفه اقول لك ايه، يعني يديكي كل حاجه حلوه حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. ويخلي لك مامتك وعيالك ويفرحك بيهم يا رب حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. اول سنه هتجيلي والله، يعني الله يبارك. ام جميله لكل اللي حواليكي. الله يبارك. ماما زوزو تتمثل في الام اللي هي بتعطي وبتضحي وبتبذل وقت ومجهود وصحه بغريزه، بغريزه الامومه. ماما زوزو ما عندهاش اولاد، بس بتعتبر كل جيرانها اولادها، بتعتبرني انا بنتها، بتعتبر كل حبايبها اولادها، مسلمين ومسيحيين، هي عامله عيله، عيله كبيره قوي اسمها عيله ماما زوزو. ماما زوزو بتعمل كورسات تعليم كورشيه مجانا. الحمد لله كده كده، بس اي حد عايز يتعلم كروشيه هي عايزه تعلم.
مش عايزة أي أعلم حاجة. هي بس لك. بتدي. الله يبارك لك. الله يبارك لك. أيقونة جميلة في حياتنا. الله يبارك لك. حبيبتي ما تعيطيش. كل سنة وأنتي أعظم أم في الدنيا. طيبة. والله أنتي بصي خلصتيني من اللي أنا فيه، أنا كنت عاملة عملية في عيني. يا حبيبتي ألف سلامة عليكي. وبايظة والدكتور بيقول لي لا ده يعني مشوار بعيد عقبال ما نعمل عملية تانية كمان. يا حبيبتي ألف سلامة عليكي. الله يسلمك. وربنا يخليكي ويديك الصحة، وإن شاء الله هتتعافي بسرعة جدا 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 من العملية. ويخليكوا ليا أنتوا ولادي الحائلين والله. طبعا طبعا. والله. طبعا. يعني أنتِ ومينا الله يبارك له أول واحد الصبح كلمني برضو وزعل إن أنا نزلت لوحدي كمان. الله يبارك له وأنتِ. وتصديقاء مش عارفة أقول لكم إيه. ربنا يخليكي لينا. مش عارفة أقول لكم إيه، ربي يبارك لك. ربنا يخليكي لينا. ممكن ما تعيطيش؟ ممكن؟ حاضر. ممكن تفرحي النهارده؟ حاضر والله انا فرحانه طول ما سمعت صوتك وصوت التصديق والله. حبيبتي ربنا يديك الصحه. يبارك لك صحتك وعافيتك وولادك وجوزك ومامتك واللي حواليك وحبايبك كلهم اللهم امين. ويخليكي لينا. الله يخليكي يا حبيبتي. ويكتر من حبايبك حواليكي. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ويديك الصحه علشان تفضلي كده ورده ورده كده في وسط كل حبايبها. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك حبيبتي. الله يبارك لك. بحبك. الله يبارك لك. وانا انا مش انا بس بعشقك وبزعل لما تكوني مش هوا والله حبيبتي. العظيم حبيبتي انا عارف من القلب للقلب يا ماما زوزو. ربنا يديك الصحه يا ماما زوزو ودايما سامعين صوتك بكل خير. معنا للام اللي هي عايشه بغريزه الامومه. ماما زوزو ربنا ما ادهاش اولاد، ولكن مش عايزه اقول لكم عامله عيله كبيره. اسمها عيله ماما زوزو، عيله كبيره من جيرانها وحبايبها. عارفين تقول لي فيفيان اعملي لي كفته العدس علشان حبايبي هيفطروا معايا في اول يوم رمضان وهم صايمين، فانا عايزه اعمل لهم كفته العدس وعايزه اعمل لهم مكرونه بشاميل صيامي عشان احنا هنفطر مع بعض. هي دي الامومه، هي دي المحبة خالصة بلا مقابل. بصوا بقى أنا هنا شايفين لما حطيت المية السخنة وبضرب بضرب بضرب على المكونات الجافة، شايفين عملت إيه؟ أهو مع كله خلاص. كل ما تضربوا بقى هنا، معلش إحنا هنضرب حبة حلوين علشان إحنا عايزين ندخل فيها هواء. ليه؟ عشان إحنا مش حاطين بيض، خلوا بالكم. اهو مكوناتها موجوده في كل بيت، في بيت ما فيهوش شويه زيت، شويه فانيليا، شويه ميه سخنين، شويه دقيق، شويه سكر مش مطحونين عاديين. تقوموا تعملوها وتقولي لي ايه رايكم. يا ام اسلام حبيبه قلبي، ودي معنى تاني للام اللي ربت وكبرت وست ب 100 راجل وعايشه عشان خاطر ابنها، ودلوقتي عايشه عشان خاطر مرات ابنها، وان شاء الله ربنا هيديها احلى يا رب يا رب ابن ابن، وتبقي بقى جده يا رب يا حبيبتي حياتك يا حبيبه قلبي حبيبتي. ربنا ما يحرمني منك ابدا. عايزه اسكوب الايس كريم يا سعيد. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، وكل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت جميله. ربنا يبارك لك، وكل سنه وماما طيبه. وسعيده جدا ان انا سمعت صوتها النهارده حبيبتي. ربنا بقولها كل سنه وانت طيبه، وربنا يخليكي لينا كلنا يا رب. ويخليكوا ليا كلكم. ربنا يسعدك ويسعد قلبك يا رب. امين يا رب. انت احلى ورده بجد، ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي وما تحرمش منك ابدا ابدا. ولا منك يا حبيبتي، وكل مشاهدينك كل سنه وهم طيبين، وانت وكل حبايبك كل سنه وهم طيبين. يا رب يكتر اعيادنا يا رب ان شاء الله. امين يا رب. والمناسبات الحلوه اللي نعقبن كده نقول لبعض فيها كلام حلو، احنا بنتلكك عشان نحب بعض. والله عارفه نيفين لسه بتعيد عليا، قلت لها كام يوم وهعيد عليكي، هي رايحه جايه والله هي رايحه جايه. هي رايحه جايه. مش عارفه اقول لك ايه، يعني الاعياد احنا وانتوا يعني ربنا يخلينا كلنا لبعض. الحمد لله. وبقول الحاجه زوزو كل سنه وانت طيبه
كل سنة يا رب كده سامعين صوتك بالخير يا رب دايما. أمين. ومعلش أنا مقصرة معاها اليومين دول لأني كنت تعبانة جدا. ألف سلامة عليك والله، يعني الحمد لله الحمد لله. ألف سلامة عليك، الله يبارك، ربنا يديك الصحة ويخليكي لينا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ويخلي لك ماما يا رب حبيبتي، ويخلي لك الأستاذ رفيق، ربنا يطرح لك فيه البركة حبيبتي، وفي أولادك يا رب يا حبيبتي. وبقول لك كل اللي ورا الكاميرات وكل إدارة تين تي في، كل سنة وأنتم طيبين. ربنا ربنا يا رب ما يحرمنا منكم ابدا يا رب، ولا اتحرم منكم ابدا، ده احلى حاجه بتحصل في يومي. ربنا يسعدك يا حبيبتي، وبقول لام جوزيف كل سنه وانت طيبه، مدام سميره ونيفين، مدام سوريا، بقول للشيف عزيمه حمدي كل سنه وانت طيبه، كل حبايبنا كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعودها علينا الايام بخير يا رب. امين يا رب. وبقول للحاجه سهير خالتي كل سنه وهي طيبه. حبيبتي كل سنه وانت طيبه، وكل حبايبك طيبين، وكل أم في حياتك طيبة يا رب. نورتيني يا أم إسلام كالمعتاد. بصوا أنا هنا بعمل إيه؟ بملاية جميعا لحد الآخر، لأن ده هيرتفع بس، وهيبقى هوريكم دلوقتي قد إيه حلو جدا جدا. ولكن خلوا بالكم إحنا مش حاطينه بيض، ماشي؟ فعشان نبقى إيه برضو، إحنا عارفين إن هو هيعلى وهيطلع عادي برة، مش مشكلة. وهنشيل الزيادات لو عايزين في الديكوريشن، ولكن احنا ممكن عادي نكتفي لحد كده وهناكله، فاهميني؟ بصوا المقدار ده عمل معايا كام واحدة كاب كيك، اظن يعني حاجة بسيطة بسيطة تقومي تجربيها حالا. ممكن تحطيها في قالب مرة واحدة، طبعا ممكن احطها في قالب مرة واحدة، امال ايه؟ مش شرط ان انا اعمله كاب كيك، ولكن انا بعايز الكب كيك، عارفين كل واحد كده ياخد مين ما يحصلش عندي هدر. اهو اتفقنا اتفقنا. تعالوا بقى ندخله الفرن على درجه حراره 180، مش هياخد معايا ربع ساعه بالكتير قوي بيكون جاهز. يلا بينا. طبعا الفرن شغال فقط من تحت. طيب ايه رايكم نروح لفاصل نرجع نعمل كريم شانتيه بطريقه المحلات، وازاي يبقى ماسك نفسه، وازاي استخدمه في الديكوريشن او التزيين من غير ما الجأ ان انا اعمل زبده وسكر واكلف نفسي كتير قوي. بعد الفاصل استنونا. طيب دلوقتي بقى هنعمل الكريم شانتيه زي ما اتفقنا، اللي هو بيتعمل في المحلات، يبقى ماسك نفسه كده، سكره خفيف ظابط مع الكب كيك اللي تحتيه، ما فيهوش سكر كتير بمقادير ولا حاجه. ازاي يا فيفا ويبقى ماسك نفسه كده؟ سره ايه؟ هقول لك طبعا. يلا بينا. كريم شانتيه علشان نزين بيه عباره عن ايه؟ كوبايه 200 مللي من الميه ساقعه 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 ساقعه، ما انت تحمليهاش، ماشي؟ طيب معليها معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره سكر، اتفقنا؟ ماشي. 125 جرام كريم شانتيه الخام، والخام ما فيهوش لبن، الخام ما فيهوش لبن. بصوا عايزين نطعمه، حطوا له معلقه كبيره لبن بودره، هيدينا طعم وهيدينا قوام. تاني كريم شانتيه زي بتاع المحلات بالظبط، ماسك نفسه كده، نقدر نعمل بيه روزيتا حلوه قوي. عباره عن ايه؟ كوبايه ميه من ساقعه 200 مللي، عليها معلقه كبيره سكر، 125 جرام كريم شانتيه خام من غير سكر، ومعلقه كبيره لبن بودره. اهو احط كله على بعضه، ادي الميه عندي، وادي الكريم شانتيه، وادي السكر، وادي المعلقه بتاعتي، وهديلهم تقليبه وهقول الو يا ماما نوال. معانا ام جميله بنتها بعتلها معايده حلوه قوي قوي. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ماما نوال اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عارفاني؟ لا يا قمر. انا فيفيان فريد في برنامج كل يوم اكله على قناه تان تي في. بنتك مريم
بعتت لنا رقمك علشان نقولك انها قد ايه بتحبك وبتعيد عليكي على الهواء. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. كل سنة وانتي طيبة وربنا يخليلك مريم. وانت طيبة يا حبيبتي، دي احلى معايدة دي والله. حبيبتي ربنا، افتحي بقى التلفزيون وتفرجي بقى. ماشي جميل، ميرسي يا حبيبتي، ميرسي على ذوقكم، وكل سنة وانتوا طيبين، وكل الامهات يا رب كلها بخير يا رب. امين يا رب. امين. مش عايزة تعيدي على حد بقى يا ماما نوال؟ لكله، مش لكله. واحدة بس، وأختي أم عاطف برضو، وأخت أم روماني، وأم روماني برضو، أم أبنوب. كل سنة وكلهم طيبين. وهم طيبين يا حبيبتي، وانتوا طيبين يا رب، واللي تعبان ربنا يشفي عنه، واللي ما معهوش يا رب يديله كده، والسنة الجاية يعيد عليه عياله يا رب بإذن الله. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين يا حبيبتي، نورتينا. شكرا على وقتك، مع ألف سلامة يا ماما نويل. مش احنا كنا قلنا ان احنا عايزين، لو عايزين نتصل بأمهاتكم ابعتوا لنا رقم التليفون، ففي كذا حد بعت لنا، هنقدر ناخد ان شاء الله كام مكالمة كده منهم. تعالوا بقى نضرب كل ده، يلا بينا. شايفين بقى عامل عندي ازاي؟ بصوا بقى عامل ازاي؟ ها؟ اهو ماسك نفسه ازاي؟ اهو اقدر ازين بيه ويبان الرسمه بولا حاجه، ميه ساقعه، كريم شانتي، معلقه لبن بودره، معلقه سكر. اهو طبعا الكمية عندي هنا بتتضاعف، شفتوا احنا كنا قد ايه من الضرب فيه يتضاعف. طيب هنلونهم بقى بالوان، الوان جل. ليه؟ الالوان المية هيقلل من قوامه صح؟ ماشي. عايزة الوان جل، عايزة الوان جل. طيب معانا تليفون حلو قوي برضو يا ام عامر. ايوه يا ام يوسف. ازيك يا حبيبتي طول ام يوسف؟ الله ايه؟ الله يسلمك يا حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة. انت طيبة. عاملة ايه اخبارك وصحتك؟ والله الحمد لله، الحمد لله. معلش صوتي عندي حساسية، معلش يعني صوتي وحش كده الايام. ده صوتك زي العسل. ده انت اللي عسل والله. عاملة ايه وصحتك عاملة ايه؟ الحمد لله، الحمد لله. حلوة؟ الحمد لله. كل سنة وانتي ام جميل. لا لما اشوفك لازم يعني ابقى حلو. حبيبتي، حبيبتي من القلب للقلب، من القلب والله للقلب. والله ربنا يعلم. انا عارفه، انا عارفه، وانت عارفه بحبك قد ايه يا ام عامر. وانا كمان والله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، وربنا يخليكي لينا. الله يخليكي. وبحبك قوي والله. وانا بحبك يعني مفيش بعد كده يعني. حبيبتي ربنا يخلي ام عامر من الناس في قلبي يعني. انا عارفه ام عامر من الناس اللي بتتحرك جدا 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 في الكلام في التليفون على الهوا. نعم. بقول لهم ام عامر من الناس اللي بتتحرك جدا 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 في مكالمات الهوا. لا والله بس احنا مش عايزين اعطلك عشان اقعد ابص عليكي كده يعني. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي ليا، مع الف سلامه. ام عامر حد جميل جميل جميل، الناس اللي بحبها قوي قوي قوي، والناس اللي عارفين كده اللي هي بتحبني يعني حب خالص، حب امومه، ربنا يخليكي. طيب انا بعد ما عملت الكريم شانتيه كده وشفتوا قد ايه قوامه ناسك جدا جدا، اهو بصوا قوامه عامل ازاي. اهو اول ما اشوف العرف ده
ظهر معايا يبقى انا كده وصفتي ناجحه اهو. شايفين مش سايل، ماسك نفسه، وبالضرب كمان اكتر يمسك نفسه. خلاص طيب هروح ملوناه بالوان جل لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. فانا قررت النهارده اعمله على شكل ايه كده، زهره عباد الشمس، بوكيه عيد الام على شكل زهره عباد الشمس. هحطه بقى في كيس حلواني واضغطه كويس جدا جدا، واحط له اي بلبله انا عايزاها باي شكل واي لون انتوا عايزينه، مش شرط الاصفر. وتعالوا بقى نزين كده، هعمل كده وامشي. بصوا النقشه عامله ازاي، بصوا النقشه عامله ازاي. ممكن اعمل شكل تاني اهو، تهيألي يعني مفيش اسهل من كده. السكر بتاعه تحفه. ونعمل اهو في النص كده، ونمشي نعمل ايه الورده المفتوحه، او ممكن نعمل اللي هو ورد كده جنب بعضه زي ما احنا عايزين بقى اهو. وطبعا لازم نكون حاطينه في التلاجة برضو قبل ما نشتغل بيه. زي ما انتوا عايزين، انا بس بديكوا الفكرة. طيب ممكن نيجي بقى نعمل هنا وردة في النص، ايه لونها؟ اخضر. ايه رأيكم؟ ومنتهى برضو ايه السهولة. هو قلب على تركواز شوي صح؟ الله تحفة، حاجة بسيطة جدا تقدر اي حد، مش هقول لكم اي ست بيت، اي حد ممكن الاطفال الصغيرين ينفذوها. طيب معانا الحاجة سعاد. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ زيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وكل ام مصرية طيبة. امين يا رب، امين يا رب، امهات كلها بخير يا رب وطيبين ويخليكوا لينا. تسلمي لي يا قلبي، تسلم ايديكي على اللي بتعمليه حبيبتي. رب دي حاجه بسيطه قوي، يعني عارفه اللي هو ايه، انا يعني نقدر نفرح بيوتنا وامهاتنا بحاجه بسيطه قوي، مش شرط حاجه يعني غاليه وكبيره او نروح نشتري حاجه. جميل جميل، وتسلم ايديكي، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكي حبيبتي. امين يا رب. قولي لي، مش عايزه تعيدي على حد؟ والله انا حبايبي عيدوا عليا وعيدت على كل حبايبي من ساعه ما صحيت وانا شغاله في الاجتماعي. الله، احنا بنتلكك علشان نكلم بعض صح؟ ايوه صح، عشان الدنيا لهيانه حقيقي صح؟ ربنا يعين الناس على حالها يا رب. امين يا رب كلنا امين. ومبسوطه جدا انا سمعت صوتك. انا فرحت قوي بالقرار اللي خده الريس امبارح، اكثر حاجه فرحتني في الافراج عن الغارمين والغارمات. بجد قرار فرحنا كلنا، بسطنا كلنا حقيقي. ربنا يخليه دايما، ربنا ما يجعل تاني في غارمين ولا غارمات، ويغني كل واحد من فضله يا رب. امين يا رب امين، يرجعوا لبيوتهم ويفرحوا اولادهم ويفرحوا معاهم. امين يا رب امين يا رب امين يا رب. انا اميت حياتي، انا عندي 63 سنه. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. جميل لي يا حبيبتي، يعني أمنية حياتي إن أنا أقابل الريس. والله دي أمنيتنا كلنا. والله نفسي بصراحة أقابل الريس. يعني يا ريت لو كده حد... حاجات جوايا كتير قوي، حاجات كتير عايزة أحكيها لك. والله حضرتك كلنا نتمنى، ويا ريت لو حد يعني يكون سمعنا يقدر ياخد قرار زي ده، او يوصل رسالتك للريس، يوصل رسالتنا كلنا، احنا بجد كلنا نشوفه بجد. نورتيني. بصوا بقى انا بعمل ايه هنا بعجينه السكر، ودي بقى حاجه بقى يعني ايه زيادات لو انت عايزه، لو انت عايزه هنعمل ايه. كفايه دي، انا عملت خيوط طويله اهو من عجينة السكر بالشكل ده اهو، حطيتها ماشي. وعندي هنا برضو اللولي،
لولي ممكن اعمله، بس حاجات بسيطة ولسه كمان اهو. هنا بقى شايفين بحط لولي كده في النص، ماشي، وقع على الجنب، مش هقول له لا برضو. اهو يا حاجة سهير خالة ام اسلام. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. العيله كلها بقى منوراني ومشرفاني. ده بوجودك الحمد لله. حبيبتي ربنا يخليكي، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه يا حبيبتي. ميرسي والله ان حضرتك تدينا الفرصه الحلوه دي ان احنا نعيد عليكي ونقول لك كل سنه وحضرتك طيبه. يا رب يخليكي وانت طيبه يا رب. ويديك الصحه. اللهم امين يا رب، احنا وانت يا رب. حبيبتي قولي لي، عايزه تعيدي على حد النهارده؟ عايز على اولادي واخواتي وبنت اختي ربنا يخليها لي. امين يا رب. ربنا يخليهم كلهم يا رب. امين يا رب ويديك الصحه يا رب. اللهم امين. ويخليكي لينا كلنا ويخليكي لكل حبايبك. تعيشي يا حبيبتي. نورتينا بالمكالمه الحلوه دي بجد يا حاجه. بوجودك يا ماما بجد حقيقي اتبسطت قوي بالمكالمه دي. والله واحنا والله اتبسطنا، بس هي ما كانش مدياني فكره وانا كنت في الطريق فما بردش. حبيبتي نورتينا. ام اسلام هي اللي عايزه تعيد على الحاجه ام اسلام. الحاجه سهير. ام اسلام عايزه تعيد على الحاجه سهير. نورتينا يا حبيبتي، مع الف سلامه. مش تديني المعلومة كاملة يا أستاذ ضياء؟ لا ما قلتليش، ده أنا فهمت كده، فهمتها وهي طايرة. صح ده اللي تمام. طيب بصوا أنا كده خلصت، فاضل لي حاجة صغننة هعملها فيها بقى بسيطة أوي أوي أوي، بعد الفاصل هقول لكم هي إيه، استنونا. بصوا هنا بقى عمال اعمل ايه، خطط وافنن، وانا اساسا على فكره قلب بيه في الحلويات، في الحاجات دي مش فنانه خالص، بس الحاجه بجد كل ما كانت بسيطه وكل ما كانت احلى وهتفرحنا كلنا. بصوا بقى عملت هنا ايه، بصوا عملت ايه، والله حلوه صح. طيب هعمل حاجه معاكم، كانت حلوه هكملها، مش حلوه همسحها عشان نبقى متفقين. هكتب شكرا يا امي، تيجوا نشوف هنعملها حلوه ولا ايه. يلا بينا، ده برضو ملوناه باللون ده، وهكتب كده ايه اهو. حلوه شايفين حاجه؟ والله انا خطي حلو في الحقيقه، بس مش عارفه من ازاي خطي حلو ولا ايه. اهو شايفينها ولا ايه؟ ماشي، النقط بتاعت شكرا اهو، ده برضو كريم شانتي. الله، ده انا عليا كتابة كاف اهو. ننزل بقى بالره، منستعجلش كده. الله اهو، طبعا ايه التنوين بالفتح عشان بس انا بذاكر اولى ابتدائي اليومين دول. الله والله حلوه، برضو في الكريم شانتي. ماشي، ونقول يا ام فريده. الو، ازيك عامله ايه؟ ازاي حضرتك، كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وانتي جميله يا حبيبتي، وكل سنه وانتي احلى إيدي. ام الفريده تسلمي، ربنا يخليكي، تسلم ايدك على الحاجات الجميله دي. ربنا بجد انا بتعلم منك حاجات جميله قوي، اشكال للاطفال بتعجب بنتي قوي. يا روح قلبي، فريده قد ايه؟ 4 سنين. يا حياتي سلمي لي عليها. حاضر عينيا. عايزه اقول لك ان فريده ممكن تعملها احلى مني عادي جدا. خالص على فكره، دي جميله جدا، تسلم يعني ايدك، حلوه قوي حبيبتي. ربنا من كتر ما هي بسيطه يعني فاي حد ممكن يعملها والله. فعلا حاجات بسيطه ومكونات بسيطه، بس
بس بتدي شكل جميل قوي ان احنا ما بنبقاش عايزين ناكلها بعد المنظر الجميل ده. حبيبتي ربنا يخليكي. تسلمي ايدك يا سيف، والله انت قمر، وكل سنه انت طيبه، وكل سنه وكل ام طيبه يا رب وبخير. امين. وانا عايزه اقول لماما يعني من خلال برنامج حضرتك، يعني انا مش لاقيه كلام اقوله، بس هي اغلى حاجه في حياتي، يعني كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وهي معايا، ويا رب ما يحرمنيش منها يا رب، ودايما دي موجوده في حياتي يا رب. أمين. بجد انا بحبها قوي، وكل سنه وكل ام طيبه يا رب، ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. امين يا حبيبتي، وربنا يخليها لك. مش عايزه تعيدي على حد كمان. تسلمي. كل ام مصريه تكري كل تكري حماتك يا بنتي. الله يرحمها وميتت، بس اخوات جوزي انا بحبهم جدا. انا اسفه. لا عايزه ولا يهمك. اخوات جوزي انا بحبهم جدا، كل سنه وهم طيبين يا رب. ربنا يخليهم لك. كل ام مصريه يا رب. تسلمي. ربنا يخليكي. شكرا يا سيف، وتسلمي. انا اللي شكرا حبيبتي على مكالمتك الحلوه دي. ربنا يكرمك يا رب، وتسلم ايدك على الحاجات الجميله، ودايما في تقدم يا رب دايما. امين يا حبيبتي يا رب. شكرا يا ام فريده، شكرا. بصوا بقى، سهله والله، ان عارفه عكتها مسحتها عادي يعني اهي. امي بقى طلعي حلوه بقى. الله الله. والله بسيطة بسيطة بسيطة، ما فيهاش أي حاجة أهي، وخلصناها. تيجوا نعمل واحدة كمان نغير الألوان. يلا بينا، أدي أول واحدة، ونقول ألو يا مدام ليلى. ماما ليلى إنها فصلت. طب ماما ليلى كانت بتكلمنا من الإمارات، فصلت وهترجع لنا تاني. تعالوا عندي هنا كمان حبة، تعالوا نغير بقى. نعمل بايه؟ نعمل بايه؟ نعمل بايه؟ اخضر. بصوا الفكره موجوده، تنفيذها سهل بقى. لا دي مش دي، اللي طلعت كده لا نشيلها. اهلا 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 يا مدام لوريس. كل سنة وانت طيبة يا قمر، وكل أم وهي طيبة يا رب، ودايما كده بيوتكم مفرحانة، تفرحوا بأولادكم. أمين يا رب. ودايما فرحانين بأولادكم، ولكل ست، مش كل أم بس، ولكل ست بقول لها كل سنة وهي طيبة، ودايما كده القلب الكبير تم دايما منوره الشاشه، ومنوره بفيديان طبعا حبيبتي. عسل يا فيديان، انت جميله حبيبتي حبيبتي. كل سنه وانت احلى ماما، وكل سنه وانت فرحانه ببنوتك، وكل سنه يا رب وبيتك فيه دايما الفرحه بحسك. تعيشي تعيشي من فيه خالص، واحنا فرحانين بجد. احنا يعني بنتلكك على ان احنا الواحد يفرح فعلا، يعني ان هو حاجه كده تفرحه ويفرح الناس كلها يا رب. ده حقيقي ده حقيقي. تعيشي. عايزه تعيدي على مين تاني؟ قولي لي. انا بعيد على اختي منى، وبعيد على ولاد اخويا كلهم امهات بقى صغيرين، عندهم بيبيهات، ساندي وفانا وسالي بنتي، ام صغيره برضه طبعا، وكلهم امهات حلوين، ومونيكا وماريا، كلهم نشكر ربنا، يعني ربنا بيكرم كل الناس، وسالي سيحه برضه، كل الناس الحلوه دي بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. ومش عايزين انت رانا طبعا. طبعا لا احنا هنعقبها النهاردة عشان هي سابتني. يرضيني تروح عيد حفلة عيد الام في الحضانة عند بنتها ما تجيش. ما هي عشان تقول لها كل سنة وانت طيبة. تقول لي يعني يرضيكي حدة تكون يعني يرضيكي. لا ده هي زي العسل، وكلكم ومدير الانتاج كل التصوير وكل الناس بنقول لهم كل سنه وهم طيبين، للامهات بتاعتهم وازواجهم. حبيبتي كل سنه وحضرتك طيبه، طيبة حبيبتي. ودايما سامعين صوتك بكل خير. تعيتي وانتي اولنا يا اموره حبيبتي. شكرا شكرا من كل قلبي حبيبتي. شكرا من كل قلبي حبيبتي، يا رب ما اكونش نسيت حد ابدا. وطبعا رنوني حبيبتي
اصغر مامي، اختي، صحابي، يعني استغل موقفي بقى مره. صحابي كلهم عشان ما انساش حد، كلهم عزاز على قلبي جدا جدا جدا. اخوات جوزي اللي هم اخواتي، كل سنه وهم طيبين وربنا يخليهم ليا. يعني امهات تانيين لولادي ربنا يخليهم ليا، واختي، وكل ام، كل ام، عشان ما بقاش ناسي ابدا حد، ويعني يكون كده دايما حريصه في الكلام علشان ما حدش يقول لي ما قلتيش اسمي. فكلكم، ها، اعتبروني بعيد عليكم، كلكم اسم اسم. فاضل لي ايه هنا؟ بس انا عماله ايه اغير في الاشكال كده علشان تبقى مختلفه شويه، عشان اوريكم بس ايه ان مفيش حاجه هتقف على اي حاجه. بصوا عملت هنا ايه، ورنوني طبعا ما جاتش النهارده، بس هي كل سنه وهي طيبه. مامي الجميله. كمان مره ما جاتش النهارده. كل سنه وهي طيبه وربنا يخليها الهندا يا رب، ودايما قلبها فرحان. اهو بصوا نعمل ايه تاني. فين اللولي يا سعيد؟ في لولي تاني؟ ماشي تعالوا نعمل كده اللولية دي هنا. بجد ما انا بلعب يا جماعة. طب هقول هنا، هكتب هنا امي اخر واحدة. مين بيقولي خلاص بقى؟ امي اهي اهي. ما تنزلوا لنا بقى يا جماعة بست الحبايب. شكرا يا ديون. بس كده عشان بس ايه طلع حلوة والله حلوة. وهنا شكرا. كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة وكل بنت طيبة، وكل أم طيبة، وربنا يخليكوا لينا متحرمش أبدا منكم، وكل حد فقد أمه ربنا يصبره ويخليه لولاده ويشوف الفرحة في كل حبايبه. شكرا يا أمي. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. عندنا حلقة حلوة جدا، نرجع لتحضيرات رمضان، وكمان عايزه اقول لكم وهعيد وازيد ان احنا الخميس هوا، ما ينفعش اعدي اول يوم رمضان من غير ما اكون معاكم هوا، ما ينفعش يعني، لازم لازم فيوم الخميس نازله معاكم هوا علشان نعيد مع بعض ونحتفل كلنا باول يوم رمضان، عشان ده ليه روح تانية وجو تاني. كل سنه وكل ام طيبه، وشكرا شكرا شكرا ان انتوا كنتوا معايا النهارده، ان انتوا ابطال الحلقه، وميرسي جدا لكل اللي اتصل بينا، وميرسي جدا لكل اللي احنا اتصلنا بيه ورد علينا. بحبكم من كل قلبي، واشوفكم بكره على خير. باي باي.